مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في ثالث أسبوع ورابع أسبوع إلى نهاية الشهر. الطاقة العامة لكم يا برج السرطان إن في شخص في موقف أنت خسرت فيه في السابق، ما اختاروك، ما حصلت على اللي تتمناه سواء شخص أو حتى وظيفة أو أموال. هذا الشيء رح يعوض بفرصة ثانية أفضل، سبحان الله رح تتعوض من بدايتها إن شاء الله. يبتدي هاي الفرصة الجديدة ترد تدخل حياتك، بس مو فرصة قديمة أو مو شخص قديم، لا أحس هني بما أن عندنا السيف الأول فرصة جديدة. لما تبتدي تمشي طريقك والناس يلاحظون أن أنت بديت تصير سعيد مرتاح، بديت تحصل مناك، لأن أهما قاعدين يشوفونك أنت راح توصل إلى مستوى من في مستوى فيها نوع من الملكية، نوع من المنصب، أوكي، ترقية، شيء فيه فخامة، لأن عندنا هني ملك الأكواب. فيبتدون يحاولون بسرعة يرجعونك إلى صفهم أو بسرعة يرجعون في حياتك. فأنت هني مطلوب منك الحذر، وأيضا أنه ما تنظر إلى الوراء. نشوف عندنا طاقة أول أسبوع تريجر آيلاند. هاي الكارت أيضا طلع في قراءات سابقة، يتكلم عن جزيرة الكنز، فرصة جديدة غير متوقعة. نبتدي بداية الشهر ونهاية الشهر هني يتكلم لك عن الفرص اللي غير متوقعة، شيء ما حطيته في بالك. شوف، في شيء انت سعيت له، شيء او علاقة او شخص او منصب حتى مشروع سعيت له في السابق ما نجح، مو هذا هو الشيء اللي راح يصير، لا، شيء جديد افضل منه، شخص جديد افضل منه، ما توقعته، ما اتى في بالك، ما فكرت فيه. من شروط هذا الشيء الجديد انه شيء انت ما فكرت فيه قبل، لان هني يجمعك مع الصدفة، الصدفة اللي تخلي هاي الفرصة أو الكنز المدفون ينفتح أمامك أنت. كأنما مثلا لو نفرض أن أنت كنت تتمنى تنقل إلى وظيفة أفضل، راح تلاقي أن وظيفة أفضل بكثير في شركة وايد صعب أن أحد يحصل فيها على وظيفة، في مكان جدا صعب الوصول إليه، تفتح أبوابها أمامك أنت أو يتم استدعائك أنت، لأن هنا عندنا مدينة الكنز ويرافقها من أوراق التارو خمسة الأكواب والسيف الأول. قلت لك هاي الفرحة اللي راح إن شاء الله تدخل حياتك، الفرصة، الكنز، فرصة ذهبية ما تتعوض ترى. هذه ما دخلت حياتك من فراغ، هذه داخلة من بعد فترة تعب، من بعد فترة أنت خسرت فيها الكثير. أحس هني بما أن عندنا طاقة الأكواب خسرت فيها حتى نفسيا، مو فقط ماديا، ما كانت خسارة مادية رقم الخمسة كثر ما هي أقرانك، زملائك، أصدقائك. إن دائما كنت تفكر أن اللي في سنك حصلوا أسرع منك وأفضل منك، لأن الخمسة هو دائما رقم مقارنة، فتأتي عقب مرحلة خسارة، خسارة معنوية، أوكي، خسارة معنوية، أو أنا مثلا أقل من غيري. ولكن يصاحبها السيف الأول، سيف الانتصار. هذا السيف لما نشوفه يشجعك على أن تاخذ موقف، يعني هاي الفرصة اللي قدامك ما تتحمل ان انت مثلا تقعد تفكر وايد، وهني ترد ترجع لطاقة الماضي، ترد تفكر في الماضي، انا قبل خسرت فالحين شلون، مو معقولة، مو مصدق. هني طاقة عدم التصديق ما يتحملها الموقف، لان عندك سيف، السيف هو طاقة الابراج الهوائية، طاقة العقل، طاقة الحقيقة. ما في شيء قدامك مو حقيقي، اللي قدامك هذا حقيقي، وان كان شيء جدا غريب أو شيء ما توقعته، ولكن حقيقي، مدعم بسيف، مدعم بشيء صلب، أوكي، بشيء صلب. الأشخاص هني الجديدين، الفرصة الجديدة ما راح يخذلونك مثل القبليين، ما راح يتنازلون عنك، ما راح يكونون متذبذبين، ما في تذبذب هني في الفرصة الجديدة، ما في يمكن ناخذك يمكن ما ناخذك، يمكن أنت يمكن غيرك، لا. فهني شلون تقولون لي مثلا، بعضكم يقولون الطاقة ما تحققت، الطاقة لها شروط، لها علامات. أنا عطيتكم هني من علامات الطاقة إن تكون طاقة أكيدة، طاقة شيء أو شخص أو موقف أو فرصة متمسكة فيك، ما فيها خوف، أوكي، ما فيها إي ولكن يمكن، لا أبدا. إنزين، طلع لي كارت هير أند ناو، هير أند ناو، بما معناه هذا الكارت يتكلم عن الحاضر. قلت لك
ما يتحمل منك الموقف انك تاخذ حتى 5 دقائق تفكر في الماضي، عندنا الباست او الفيوتشر، لا الماضي ولا المستقبل، ما يصلح وما راح يساعدك. كأنما هني اللي يقول لك يا تارو انه محتاج بسرعة تاخذ قرار في نفس الوقت، اول ما تسمع انه مثلا هاي الوظيفة انفتحت قدامك على طول تقدم، على طول تسعى، ما في وقت ان انت تضيعه تقول انا الحين شلون احس، او انا الحين يعني اذا وافقت على هالوظيفة معناته راح اترك شيء في الماضي، راح اترك شخص من الماضي، راح اشتاق. لان انت هني ما ادري ليش احس انه يا برج السرطان تفضل ان تظل في طاقه الماضي، الطاقه اللي خسرت فيها، لان لحد الان عندك امل بخصوص شيء من الماضي، فرصه قديمه ترجع لك، اللي قاعد يرجع لك مثل الحق الضائع ولكن حق جديد ابدا ما له علاقه في الماضي. فالشيء الوحيد اللي ممكن ياخرك انه ما تحقق هالطاقه هو انتظارك لشيء من الماضي، لان هني طاقه التارو وايد واضحه. احنا عندنا 7 الأغصان، اوكي؟ مثل ما قلت لك ما يتحمل منك الموقف انك تاخذ وقت طويل لحد ما تفكر ولحد ما تحلل الامور. 3 السيوف هنا طاقة شيء صادق في الماضي، يمكن جربت كذا مرة ان شيء ينجح من ناحية الحمل، من ناحية ان تحصل على وظيفة معينة تفتح لك مشروع في هذا المجال. ترى قاعد يقول لك صح، وفي اعتراف ان في شيء عندك كذا مرة في تكرار في الفشل مع نفس الشخص ومع نفس الفرصة، ولكن مو بمعناته ان للأبد ما راح تتحقق لك هاي الشيء. لان هنا عندك 7 الأغصان، كأنما احس من تبتدي انت تقرر ان راح خلاص تغتنم الفرصة وتدخل في هذا الشيء الجديد، هنا انت موجود مستقر طاقة الحاضر. من تتربع او تمسك بالفرصة الجديدة بتشوف على طول شخص من المكان القديم، من القصة القديمة، يحاول يسترجعك. اوكي، دائما كذي تكون نوع من الكارما، نوع من كأن الحياة تختبرنا اذا احنا فعلا مستعدين نمضي قدما ولا لحد الان عندنا شيء يعيقنا من الماضي. الحياة نفسها تختبرنا، تعطينا فرصة جديدة لكن تعطينا في نفس الوقت طعم. شنو راح يكون الطعم؟ شخص او شيء ان دائما كان عندك نوع من الحنين اليه. هني شيء يخص القلب، ترى مو معناته شيء عاطفي، لا معناته شيء يوم من الايام لمس قلبك او حس في خاطرك ان ليش غيري قدر يحصل هالشيء انا ما قدرت احصله، ليش غيري قدر يحمل، ليش غيري وافقوا على طلبه، ليش غير يتزوج أسرع مني، وتنتهي تقصري، تستمر طاقة المقارنة عندك. فلما يرجع لك نفس الشيء القديم يرد طق بابك، هني عندنا الباب، صعب ان انت ترفضه، لكن الطاقة هني واضحة من التارو ان الشيء اللي خسرت فيه كذا مرة لازم تشيل بالك عنه وتشيل طاقتك منه عشان تقدر تلتفت للحاضر اللي عندك. 7 الأغصان هذه طاقة الدفاع، الدفاع عن اللي تملكه في الحاضر. فإذا أي فرصة جتك من الماضي أو أي موقف يستدعيه يحاول يسحبك إلى الطاقة القديمة، أنت قف شجاعا وقف هني في طاقة المواجهة، المواجهة بشراسة، المواجهة بشجاعة. أوكي، لا تخلي شيء يعيقك، ممكن يكون شخص، ممكن يكون موقف، ممكن يكون نداء في الوظيفة. لو سمعوا انك مثلا راح تغير وظيفتك او حصلت على عرض وعقد افضل، على طول بتشوفهم ينادونك، يبدون نوع من الاهتمام، نوع من الاهتمام ما كانوا يبينونه لك قبل. عشان تدي اقول لك الموضوع شوية راح يكون قريب من قلبك، يثير فيك شيء من العاطفة. اوكي، لان شيء افتقدته قبل والحين مستعدين يعوضونك به، ولكن مو من اجلك انت، لان حاليا عرفوا قدرك، لا، لأن ما يبونك ترحل. رحيلك راح يخلف نوع من الفراغ بالنسبة لهاي الأشخاص، سواء كان شركة، كان انتقال بعيد عن الأهل، كان انتقال من شريك إلى شريك أفضل. أوكي، الطاقة الوحيدة اللي قاعدة هني تقاومك هي طاقة الماضي، وهني عندنا سهم للماضي وسهم للمستقبل. أنت حين في الحاضر، في الحاضر الشيء اللي تبيه هو بيطرق بابك، راح تسمع عنه خبر. أوكي،
مثلا راح اعطيكم مثال ثاني. شخص معين كنت دائما تحلم بالارتباط فيه، راح وارتبط عنك، مشى في طريقه وارتبط بشخص ثاني او كمل حياته. انت الحين وصلت الى مرحله في حياتك انفتحت لك فرصه جديده في جزيره الكنز، وتقدم لك او تعرفت على شخص جديد. هني انت ماشي على الطريق الصح، لان انت في طاقه الحاضر الحين او في الاسبوع الثاني من اكتوبر. شنو بتكون عندك المقاومه؟ بتشوف ان نفس الشخص اللي تمنيته من زمان في هني خط زمني، اوكي، شخص تمنيته من زمان، فرصه تمنيتها من زمان، الحين حتى انت بينك وبين نفسك تقول ايش معنى الحين هذا الشخص الحين قال لي راح ينفصل وراح يرتبط فيني مثلا، او يجيك عنه خبر انه على وشك الانفصال، او يجيك عنه خبر انه هو يسال عنك الفرصه اللي، او يجيك خبر انه مثلا راح يعطونك المنصب اللي انت صار لك وايد تنتظره. في النهايه هني محتاج ان تقاوم رغبتك في الرجوع او الحنين الى الماضي، سواء كان في حياه عمليه او غيرها، اوكي. في الاسبوع الثالث، not for you، ليس لك الفرصة هذه. تأكد هني ثبات زيادة، اثبت زيادة. أحس هاي الكرت دائما يكون في طرفين يحاولون يغرونك فيها طاقة الطعم، أوكي، يحاولون يخلونك تاخذ تنضم لهم أو تاخذ موقف، يعطونك طعم، يستفزونك شوي. فهني كأنما يقول لك في الأسبوع الثالث اثبت زيادة على قرارك، قرارك كان صح، قرارك هو اللي راح يوصلك للشيء اللي انت طالما تمنيته. احس هني كانما برج السرطان اخيرا اخذ قرار جريء راح يحول حياته الى مكان هو طالما تمناه، مو امنيه جديده، ولكن الطريقه، الشركه، الشخص هو اللي يختلف، الامنيه نفسها. عندنا ملك الاكواب والسيفين بالضبط. أحس هني في ثالث أسبوع، سوري على حركة الكاميرا، في ثالث أسبوع، أوكي، راح يأخذون هاي الأطراف اللي يحاولون يرجعونك إلى الماضي، يأخذون خطوة زيادة، يحطون فيها إغراء زيادة أو طعم زيادة عشان يخلونك تظل معاهم أو تظل مقيد، تظل على عينك نوع من الغشاوة، مو قادر تتحرر، كأنما يشجعونك إن مثلا جدد العقد على الأقل 6 شهور زيادة، أو خليك معانا شهر زيادة، أسبوعين زيادة، عرفت؟ لآخر لحظة يحاولون هني يخلونك في محيطهم، يخلونك نوع من السجن، نوع من السجن النفسي، نوع من السجن العقلي النفسي، أوكي؟ لأنهم كأنما يعرفون شلون يتعاملون معك، يعرفون بأي أسلوب، بس أنت ملك الأكواب. هذا الكرت يقول لك ثق بحدسك، اوكي، لما تحس ان في شيء غلط، لما انت بينك وبين نفسك تقول ايش معنى الحين، في سبب الله خلى هذا الشخص او هاي الفرصه، تمنيتها وايد بس ما جتني، ولما تمنيت شيء غير بسرعه تسهل لي. كانما هذا الكرت بعد يقول لك خذ المتيسر وخلي المتعسر، في سبب ان هذا الشيء المتعسر كان دائما متعسر عليك، لان اصلا not for you، مو مكتوب لك من البدايه، مو من مصلحتك انت، الله يعلم، احنا ما نعلم ترى كل الاسباب، احنا ما نعلم بعدين السيناريو شلون راح يصير، بس الله يعلم. عشان كذي كان دائما مصعب علينا، مثلا احد منكم حاط في باله راح اهاجر الى الدولة الفلانية، راح اهاجر امريكا، اهاجر امريكا، اهاجر امريكا، يشوف دائما امامه معوقات، من يغير رايه يقول بدل ما اهاجر امريكا راح اهاجر مثلا كندا، تشوف السهالات تنفتح امامه، الابواب، الطرق، السبل تنفتح قدامه، اوكي. فهني كأنما ثق بحدسك، ثق بالاشياء اللي انت ما تقدر تشوفها، لا تنسى هني في غشاوة، ثق بالاشياء اللي انت ما تقدر تشوفها، بس تعرف ان في اسباب خفية من الخالق سبحانه وتعالى وراء هاي التعسير، وراء الحين بعد التيسير في مجال ثاني، فرصة ثانية مع شخص ثاني، اوكي. اخر اسبوع، سيرندبيتي، هذا الكرت يتكلم عن محاسن الصدف، محاسن الصدف، شوي طاقة غريبة كأنما تاخذك إلى مكان جدا مختلف عن الطاقة اللي احنا ماشيين فيها شهريا، ولكن عندك 6 سيوف مع كرت الإمبراطورة. شوف، راح الصدفة راح تجمعك بشخص، انزين،
راح تجمعك بشخص أحس هني أنت تعرفه قبل. عندك نوع من المخاوف أن أنت تاخذ هاي الفرصة الجديدة وإن كانت وايد مغرية، لأن كل شخص مألوف بالنسبة لك، كل البيئة اللي أنت أوريدي متعود عليها في المكان القديم. هذه أحد المخاوف اللي أنت تواجهها، ولكن هني كأنما طمأنة في الأسبوع الرابع أن أنت هناك راح تصادف أشخاص وايد يشبهونك يا برج السرطان، إما تعرفهم من الماضي، أصدقاء، زملاء عمل، سمعت عنهم، شفتهم في التلفزيون، يقربون لك، أوكي، أشخاص مألوفين، لأن هني يتكلم عن الصدف، أو مجال، هني كأنما في صدفة أنت لا تستغربها، وظيفة كنت دائما حاطنها في بالك، أو مشروع معين، دائما تنتظر مثلا الموافقة عليه، دائما يكون في رفض، فهني بتشوف عندما قررت أن أنت تاخذ نفسك وتمشي وتبتدي في مكان مختلف، بتشوف الصدفة أن حين تجيك الموافقة. لا تستغرب، هني يقولك لا تستغرب من الصدفة وتقول إيش معنى، هل الله سبحانه وتعالى يكرهني؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يبي يعطيني اللي أبيه؟ إيش معنى كان الشيء مغلق والحين انفتح؟ لأن الشيء مو لك، مو من مصلحتك، في صدفة راح تصير، أوكي، ولكن الصدفة لصالحك، تأكد من هذا الشيء برج السرطان. راح ينفتح مجال لغيرك كان مغلق عنك أنت، وأنت أيضا ينفتح لك مجال جديد، فلا تستغرب، ولكن تأكد أن المجال الجديد اللي أنت راح تدخل فيه، شو أقول لك، عندك ستة السيوف مع كارت الأمبراطورة. الانتقال إلى هاي المرحلة الجديدة راح يأتيك بأفضل ثمار، بأفضل ثمار، نتائج أفضل، ونتائج دائما الإمبراطورة تتكلم عنه. إحنا مثلا نزرع بذرة، البذرة تتحول إلى شجرة، شيء من جهودك يتضاعف. بدل ما في هاي العمل الجديد أو المشروع الجديد تضطر تصبر 10 سنوات عشان تلاقي جهودك تثمر، راح تلاقي إن الوقت يقل، قدراتك تزيد على إن أنت تقطف المزيد من الثمار. عرفت قصدي؟ المزيد من الأبندنس. الأبندنس هو الوفرة، وفرة أكثر في هاي الفرصة الجديدة، وإن كان مثلا الناس يختلفون معاك، لأن هني في صدفة، الناس بيقولون لك لا مثلا الهجرة إلى أمريكا أفضل، أو الشركة القديمة أو الشركة الفلانية أفضل. إيش معنى أنت اللي راح تروح هاي الشركة اللي يمكن الناس ما يمدحونها، بس حقك أنت بالذات الصدفة، الانتقاء، لأن هني 1+8=9، أنت بالذات هاي الفرصة اللي الناس يستغربون منها، شلون بالعادة ما تنفع حق أحد، حقك أنت راح تنفع. عرفت قصدي؟ مثلا مجال الكل يقول لك لا تدخله، مجال أن أنت تفتح مشروع، خلينا نقول مطعم، أو أنت تفتح مشروع كوفي شوب، راح يقولوا لك مثلا صار في اكتفاء في هذا المجال، أوكي، ولكن تساهيلك قاعدة تروح في هذا الخط، حقك أنت راح ينفع، حقك أنت راح يكون في فرصة وفرة، بس مو فرصة أكثر من الفرصة، وفرة. إذا غيرك احتاج 3 سنوات عشان يثبت نفسه في هالمجال، أنت تقل عندك المدة، تقل الجهود عشان تبني أسرع، البنيان أسرع يصير عندك، أوكي؟ ستة السيوف، ما أدري، أحس وايد في انتقال هني، عندنا طاقة انتقال، أن أنت تحمل أغراضك، أوكي؟ وتنتقل إلى مكان جديد، سواء دولة جديدة، مدينة ثانية، أو ممكن الوظيفة الجديدة، هاي الفرصة الجديدة، تطلب منك أن أنت تتنقل أكثر، تسافر أكثر، طاقة السفر، أوكي؟ وحين بسحب لكم كرت الطاقة الحيوانية. بفلو، البفلو عنصر أرضي، أوكي؟ وثابت جدا، يعتمد عليه، يعتمد عليه أكثر مما أنت تتصور. في مخاطر، بالضبط هاي اللي قاعدة، اللي أنهيت هني أنا فيه هني القراءة، في مخاطر معينة راح يخوفونك منها الأشخاص اللي حولك، رغبة منهم أن يبقونك في المكان القديم. لكن البفلو دائما الجاموس أتوقع، أو الجاموس البري، دائما يتنقل، لأنه يعرف أن الوفرة في المكان الجديد، فهذه كأنما تشجعك على أنك تطلع من المنطقة المريحة اللي أنت متعود عليها. إذا أنت ناوي على تغيير معين، اقبل عليه،
البفلو قوي جدا، اوكي. فاي صعوبات انت تفكر فيها او حتى الاخرين يخوفونك منها، ثق تماما ان انت قادر على التغلب عليها، قادر، اوكي. قوتك الداخلية، قوتك الجسدية، التسهيلات اللي راح تأتي في طريقك راح تكون اكثر مما تتصور، اوكي عزيزي برج السرطان. هذه كانت